اليوم تشوف تعيين والي اخر من ولايه طنجرة، تم تعيينه هنا في اطار معناها نفس السيناريو نتاع تغيير نفس المسؤولين والتنقيب وربح الوقت، واللي معناها التهرب من المسؤوليه التاريخيه لليوم انهم يستقيلوا ويخليوا البلاد تمشي للافضل. ما زالوا مستوطنين بالكرسي، ما زالوا يحبوا ينهبوا ويعينوا ويسرقوا. كمرحلة يعني تاع رفع شعار الأسبوع الرحيل، هذا يعني مواصل الأسبوع الرحيل، لأن نعتقد أن الحزب الحاكم حزب النهضة يعيد نتائج النظام السابق، مش معناتها إعادة نتائج النظام السابق، معناتها تسمية جل المسؤولية الإدارات المركزية والإدارات الجهوية والإدارات المحلية من الولاية أشخاص تابعين للحزب الحاكم النهضة.